في هذا الفيديو هنعطيكم افضل 10 لاعبين في لعبة فيفا 2017. في المركز العاشر عندنا اللاعب كون اغويرو اللي كان الطاقة تاعه 89. في المركز التاسع عندنا دافيد ديخيا اللي كان الطاقة تاعه 90. في المركز الثامن عندنا البومبر البولندي ليفاندوفسكي اللي كان الطاقة تاعه 90. في المركز السابع عندنا الجرس او القطار غاريث بيل اللي الطاقة تاعه كانت 90. في المركز السادس عندنا السلطان زلاطان ابراهيموفيتش كان الطاقة تاعه 90. في المركز الخامس عندنا لويزيتو بوستوليرو لويس واريز اللي كان الطاقة تاعه 92. في المركز الرابع عندنا العنكبوت نوير الطاقة تاعه 92. ندخل التوب 3 والمركز الثالث عندنا نيمار سيليسا واللي كان الطاقة تاعه 92. في المركز الثاني كان عندنا بولغاليونيل اللي كان الطاقة تاعه 93. وفي المركز الاول واللي هو افضل لاعب في فيفا 2017 اللي كان كريستيانو رونالدو واللي كان الطاقة تاعه 94.